الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا استووا واعتدلوا حاذوا بين المناكب والأقدام لينوا بأيدي إخوانكم افسحوا لإخوانكم استووا الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين نانية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
الله أكبر، 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 ولله الحمد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فالتقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله تعالى في وفيكم وفي الناس أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي تترى. ألا وإن يومكم هذا يوم عظيم، فضله الله وشرفه وجعله عيدا سعيدا لأهل طاعته، يفيض عليهم فيه من جوده وكرمه. فاشكروه على إكمال عدة الصيام، واذكروه وكبروه على ما هداكم وحباكم من نعمة الإسلام. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عباد الله، لقد كنا في رمضان نشعر وكأننا بدلنا قلوبا غير قلوبنا، وامتطينا أجسادا غير أجسادنا، وزودنا بأرواح غير أرواحنا، حيث تجدد عزمنا وتألق شوقنا، قويت فيه هممنا، وصفت نفوسنا، وهذبت أخلاقنا، وحسنت طاعتنا، وازدادت عبادتنا. إنها أيها الإخوة والأخوات، إنها الفيوض الإلهية والعطاءات الربانية التي حملها إلينا رمضان وزفها شهر الصيام. فلله الحمد وله الشكر، وهو أهل الثناء والمجد. ولذلك كله نختم هذا الشهر بهذا الاحتفال البهيج والمهرجان العظيم الذي يمجد فيه المنعم، ويحمد فيه المتفضل، وتعلن فيه الفرحة الكبرى، وتغرد له القلوب، وتشدو له الأرواح. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. العيد، العيد يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، يوم يتوج به الصيام، ويختم به القيام، وتفتح به أشهر الحج. فيا الله، يا الله، ما أعظم جود الله علينا. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وما أكثر عطاءه، وما أجزل كرمه. أكرمنا الله بهذا الدين، أكرمنا الله بهذا الدين الذي لا حرج فيه ولا عنت ولا أثقال ولا أغلال، موافقا للفطر، ميسرا للبشر، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. هذا يوم عيدنا. والعيد ليس انفلاتا من المثل،
ولا انطلاقا للشهوات أو تنصلا من الطاعات، بل العيد فرح رباني وسرور روحاني يفتتح بالتكبير والتحميد والصدقة والصلاة. إن العيد ليس قطعا للصلة بالله تعالى أو هجرا للقرآن أو نهاية عهد بالمساجد والجماعات، بل هو موسم للتزود من الخير والتعود على الطاعة وترسيخ الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. أمة الإسلام، إن العيد يتضمن معاني إسلامية كبيرة ومنافع وحقائق كثيرة. العيد يتضمن العقيدة الإسلامية الصافية النقية التي هي أعظم نعمة على الإنسان، وذلك بتعظيم الله وتكبيره والثناء عليه والشهادة بأنه الإله الحق الذي يتقرب إليه المسلم بالدعاء والرجاء والاستعانة والاستغاثة وجميع أنواع العبادة. لا يشرك معه في عبادته بشرا ولا حجرا ولا شجرا ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله، وذلك بامتثال أمره وترك نهيه وتصديق أخباره وعبادة الله بشرعه. والعيد يتضمن العبادة والذل والخضوع والمحبة لله تعالى. والعيد يتضمن بيان التشريع الإسلامي، وذلك بإظهار شعيرة العيد وأداء صلاته وتفصيل الخطبة لأحكام الإسلام العظيمة. والعيد يتضمن تهذيب الخلق وتقويم السلوك، وذلك بالترغيب في الصبر والحلم والتواصل وتطهير القلوب من الغل والحسد والضغائن. والعيد يتضمن الترابط الأخوي والتكافل الاجتماعي بين المسلمين، وذلك بأداء زكاة الفطر. والعيد يتضمن يسر الإسلام وسماحته، ففي هذا اليوم أوجب الله الفطر وأباح الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أمة الإسلام، إن أعظم فرائض الله بعد توحيده هي الصلاة، فإنها خالصة الملة وأم العبادة، فلا تتهاونوا بها لتكونوا من المفلحين، كما وعد الله الذاكرين والمصلين: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والزكاة أخت الصلاة، أخت الصلاة الملازمة، والصوم عبادة السر لمن يعلم السر وأخفى، والحج مع الاستطاعة ركن واجب، فهذه أعمدة الإسلام وفروضه، حافظوا عليها تعيشوا مبرورين وتلقوا ربكم غير مبدلين ولا مغيرين. احرصوا أيها الإخوة والأخوات، احرصوا على سلامة أموالكم في مدخلها ومخرجها، فنحن في زمن ارتفعت فيه راية الربا وانتشرت فيه المكاسب المحرمة. عباد الله، إن خطر اللسان عظيم وأمره جسيم وضرره كبير، فكم كان اللسان سببا في إشعال الفتنة وطريقا إلى حدوث الفتنة. فاحذروا الغيبة والنميمة،
وإياكم وشهادة الزور وقذف المؤمنين والمؤمنات، والزموا الصدق فإنه شعار المقربين وشعار المؤمنين، واحذروا من قطيعة الأرحام، احذروا من قطيعة الأرحام، فالعيد مناسبة للتزاور والتسامح وتجديد أواصر المودة والقربى، فإن من أعظم معاني العيد جمع القلوب وصفاء النفوس. والعيد مناسبة عظيمة لتوطيد العلاقات بين الناس التي هي من مقاصد الإسلام. علينا أن نحسن الظن في بعضنا البعض عند التعامل مع بعضنا البعض، علينا أن نخلع المنظار الأسود عند النظر إلى عمل بعضنا البعض، عند النظر إلى عمل الغير ومواقفهم وأقوالهم، فإنه يؤلمنا يا معاشر المسلمين والمسلمات، يؤلمنا ما آل إليه أمر كثير من الناس من حصول النزاعات ونشوب الخصومات، حتى كثرت الشكاوى ورفعت الدعاوى، فتعجب من بيوت وأسر عصفت بها الخلافات، فتقاطع الأبناء والآباء، وهجر الأخ أخاه، وطلق الرجل زوجته. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله لملائكته، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فندائي لكل أخوين متخاصمين أن تسامحا وتصالحا. كما أناشد في هذا المقام ومن هذا المنبر، أناشد كل زوجين متخاصمين متهاجرين أن يتراجعا ويتصالحا، فمهما كان فأنتما زوجان فوالله لا تساوي الدنيا بأسرها تهاجركما، تغلبا على النفس وشرورها. فما ذنب الأبناء والبنات ليحرموا فرحة العيد؟ فهي ابدأ أنت أيها الزوج، ابدأ أنت أيها الزوج فأنت أعقل وأحكم، أو ابدأي أنت أيتها الزوجة فأنت أرق وأرحم. هيا استعينا بالله وابدأ، فخيركم الذي يبدأ بالسلام. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمك الإسلام، إن الإسلام رفع من شأن العقل فجعله مناة التكليف وجعله مناة الثواب والعقاب، والعقل جوهرة ثمينة يحوطها العقلاء بالرعاية والحماية، اعترافا بفضلها وخوفا من فقدانها. لكن للأسف الشديد يوجد في مجتمعنا من وضع هذا العقل تحت قدميه، وذلك بشرب الخمر وتعاطي المخدرات، فالاعتداء على العقل بتخريبه وإطفاء نوره بتعاطي المخدرات جريمة من أبشع الجرائم. إنها مصيبة عظمى ورزية كبرى حلت بمجتمعنا، ونحن منشغلون عما يراد بنا، والسياسيون في بلادنا منشغلون عن قضاياهم الكبرى، عن قضايا الأمة الخطيرة.
عرف الأعداء المدخل على المسلمين فاستعملوا هذا السلاح، سلاح المخدرات الفتاك، لضرب الأمة في صميمها وفي أغلى ما تملك، ما تملك وهم شبابها. هذا الشباب، هذا الشباب ولألف ألف أسف الذي أصبحنا نرى البعض منهم والقلب يتقطع عند أبواب المؤسسات التربوية والتعليمية من المعاهد والثانويات وأحيانا الإعداديات، ذكورا وإناثا نراهم يتعاطون هذه السموم المجففة من المخدرات والمدمرات، بل أصبحنا نفجع ونفاجأ بأن بيت بني فلان من الكرام الأخيار قد وقع ابنهم أو ابنتهم في أسر الإدمان، وقع في أسر الإدمان والمخدرات، وقعوا فيها قبل أن يحذروا منها وقبل أن يعرفوا عنها، استدرجوا إلى عالم الإدمان واستنزلوا من علياء كرامتهم ومن علياء مواقعهم إلى أوحال ودركات المخدرات وهم لا يعلمون. ولما علموا وجدوا أنفسهم قد دخلوا دائرة الإدمان، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وإذا كان هؤلاء الشباب قد أوقعهم رفقاء السوء وشياطين الإنس في وحل المخدرات، فإن طائفة أخرى من شباب أمتنا، من شباب بلدنا العزيز، لا تقل مأساتهم عن هؤلاء، حيث نصبت لهم الفخاخ، حيث نصبت لهم المصايد، واستدرجهم، أقول استدرجهم سماسرة الحروب، واستدرجهم سماسرة الدماء، فوجدوا أنفسهم فجأة خارج حدود بلدهم قد انخرطوا في قتال ليس لهم فيه ناقة ولا جمل، قد انخرطوا في قتال له أول وليس له آخر، فلا تكاد تنطلق شرارة القتال والفتن لهذه الفتن والحروب إلا واستشرفها بعض أبنائنا وشبابنا، ومن ذلك قتال الفتنة الواقع في بلاد سوريا من بلاد الشام وغيرها من مواطن القتال والفتن. لقد استغل هؤلاء السماسرة العاطفة الجياشة لدى هؤلاء الفتية فزجوا بهم في طواحين هذه الفتنة وفي طواحين هذه الحروب، في طواحين هذه الفتنة العمياء التي لا تبقي ولا تذر. لم يرحموا لين عودهم ولم يرحموا فتوتهم ولا غضاضة أعمارهم، وذلك باسم الجهاد في سبيل الله، حتى إذا وطئت أقدام هؤلاء الفتية وهؤلاء المغرر بهم من الشباب، حتى إذا وطئت أقدامهم أرض القتال لم يجدوا جهادا وإنما وجدوا فتنة عمياء وساحة لتصفية الحسابات بين أمراء الحروب والدماء. وأغلب هؤلاء الشباب، أغلب هؤلاء الشباب المغرر بهم يودون العودة، وأنا أتكلم بالسند العالي لأنني التقيت بعضهم وزرت بعضهم في مركزي حي السلام في المعتقل. يود الكثير من أبنائكم الذين غرر بهم أن يعودوا إلى بلدهم الأم، أن يعودوا إلى وطنهم، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينهم وبين
رجوعهم إلى بلدهم. فمن سولت له نفسه أن يرجع إلى بلده فالقناصة له بالمرصاد، أو يذبح وينحر من الوريد إلى الوريد كما تذبح النعاج بتهمة التولي يوم الزحف، بتهمة التولي يوم الزحف. لقد تورط هؤلاء الشباب، لقد تورط هؤلاء الشباب بسبب جهلهم وبعدم مراجعتهم للعلماء الراسخين ووثوقهم بالجهلة وأشباه المتعلمين. فالقتال، القتال الدائر الآن في سوريا، اسمعوا يا جماهير شبابنا، القتال الآن في سوريا ليس جهادا شرعيا، ليس جهادا شرعيا، ليس جهادا شرعيا. فقد التقيت بعلماء سوريا من الداخل، التقيت بهم في مؤتمر القاهرة في السنة الماضية، والتقيت بهم في مؤتمر اسطنبول بتركيا، وكلهم يجمعون على أنهم ليسوا في حاجة إلى أبنائنا، ليسوا في حاجة إلى رجالنا، ليسوا في حاجة إلى الرجال، وإنما هم في حاجة إلى الأموال والسلاح. لكن سماسرة الحروب، لكن رواد الفتنة هم الذين ساقوا أبناءنا إلى تلك المواقع. الجهاد، الجهاد له ضوابطه، له شروطه، والجهاد على قسمين: جهاد الدفع وجهاد الطلب. ولا بد من شروط في هذا الجهاد. أولا وخاصة إذا كان هذا الجهاد جهاد الطلب، لا بد من إذن الإمام، لا بد من إذن الإمام. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. فهؤلاء الذين خرجوا، خرجوا بغير إذن إمامهم، ويحدثون بخروجهم هذا العديد من المشاكل، مشاكل لا تعد ولا تحصى لأسرهم ولمجتمعهم. ثانيا من شروط الجهاد الشرعي أن يكون تحت راية ظاهرة لإعلاء كلمة الله، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل تحت راية عمية، من قاتل تحت راية عمية فقتل مات ميتة جاهلية. ومعلوم أن القتال الآن في سوريا ليس فيه راية ظاهرة، ليس فيه راية ظاهرة لإعلاء كلمة الله، فليس هناك راية ظاهرة لإعلاء كلمة الله في سوريا. فهناك نصيريون يقاتلون، ونصارى يقاتلون، وعلمانيون يقاتلون، وقوميون يقاتلون، وأصحاب أفكار وضلالات يقاتلون، وهناك من يدعي الإسلام من التكفيريين يقاتلون، هناك داعش، وهناك النصرة، وهناك أحرار الشام، وهناك لواء التوحيد، وهناك ثوار سوريا، وهناك جيش الإسلام، وهناك جند الله. وهؤلاء كلهم القتال تحت رايتهم ليس قتالا تحت راية ظاهرة لإعلاء كلمة الله. فيا أيها الشباب، تفقهوا في دينكم، وعليكم بالجلوس إلى العلماء والمعروفين بالرسوخ العلم وسلامة المعتقد، لأنني أرى أن نعامل هؤلاء الشباب بالرحمة. يا أبناء أمتنا، هؤلاء في نظري ضحايا مغرر بهم، لأنه جاءهم من يقول لهم: أنا أعلمكم الدين. والدين في نظره وجهة نظر، يأتيهم من يقول لهم ويروي لهم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في البخاري أو في الصحيحين،
فيقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ ثم يبني تصور الإسلام كله على هذا الحديث، وينسى أو يتجاهل هذا الجهول أن بين أيدينا من الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف من الأحاديث، فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها العام وفيها الخاص وفيها المقيد وفيها المطلق وفيها الناسخ وفيها المنسوخ، ولا يعرف هذه إلا الراسخون في العلم، إلا الراسخون في العلم. عباد الله، حافظوا على نعمة الأمن، حافظوا على نعمة الأمن والاستقرار في بلدنا، حافظوا على السلم الاجتماعي في بلدنا. روى الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالمجتمع يا جماهير المسلمين والمسلمات، المجتمع إذا تفيأ ظلال الأمن والأمان وجد لذة العبادة وذاق طعم الطاعة، فعمرت المساجد وأقيمت الصلوات وحفظت الأعراض، وإذا اختل الأمن لا قدر الله، وإذا اختل الأمن لا قدر الله تبدل الحال ولم يهنأ أحد براحة بال، فتختل المعايش وتهجر الديار وتفارق الأوطان. إذا فقد الأمن والاستقرار ما استطعتم أن تجتمعوا هذا الاجتماع، إذا فقد الأمن والاستقرار تعطلت مدارسنا وأغلقت مستشفياتنا ودمرت مصانعنا وخربت ممتلكاتنا وكسدت أسواقنا وانتهكت أعراضنا واستبيحت دماؤنا وتيتم أطفالنا وترمل نساؤنا. ولا يدرك ذلك إلا من ذاق ويلات الحروب واصطلى بنيران الفتن. فاتقوا الله في بلدكم وفي أمتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله فإن توبتكم هي بداية الرجوع إلى الله، فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر. ثم أما بعد، أمة الإسلام، لقد ودعنا شهر رمضان، غير أن الأعمال الصالحة لا تودع ولا تهجر، فلله في دهركم خيرات وبركات وأعمال صالحات، فمن عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، فما أحسن الحسن بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسن بعد الحسنة تتلوها، وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفها. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة
في الرجل يكذب ويزني ويسرق؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت الصديق، وإنما هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما يعطون من الصدقات والنفقات والطاعات، وهم وجلون، قلوبهم وجلة، قلوبهم خائفة من عدم القبول. قال: يا بنت الصديق، هي في الرجل يتصدق ويصلي ولكن يخاف ألا يتقبل منه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لقد شرع لنا ربنا الكريم في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بها إيماننا وتكمل بها عباداتنا، ومن ذلك إخراج زكاة الفطر. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو بر أو زبيب أو أقط أو غيرها من قوت الآدميين. وزكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة إن شاء الله، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا صيام 6 أيام من شوال، ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر كله. واقتداء بالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات، حيث كان يخصص جزءا من خطبته للنساء، فهذا الحديث إليك يا نصف أمتنا، إليك يا مربية الأجيال وحاضنة الرجال ومنتجة العلماء والقادة والساسة، حديثي إليك أيتها العفيفة الطاهرة، فكم أنت جميلة بحيائك، كم أنت وضيئة بعفتك وحجابك، كم أنت ثابتة أمام كل هذه الأعاصير والفتن. أيتها الأم الصالحة والزوجة الحنون، كوني عونا لزوجك على أعباء الحياة، واصبري واحتسبي ولا تكلفيه ما لا يطيق، وقومي بما أوجب الله عليك من مسؤولية متابعة البنين والبنات، فأنت حصن هذه الأمة وصمام أمانها، ولا تغتر بحياة المجون والتفسخ التي يسوقها دعاة الرذيلة وسماسرة الأعراض. فاعتزي بدينك واعلمي أنه لا يوجد شرع على وجه الأرض يعطيك حقوقك وكرامتك غير دين الإسلام. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على الشفيع يوم الزحام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صاحب أعظم قدوة وأكرم رسالة، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم فكما بلغتنا شهر الصيام والقيام فاجعل عامه من أبرك الأعوام وأيامه من أسعد الأيام، ومغفرة لنا بمحو الذنوب والآثام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، اجعل تدميره تدبيره واجعل كيده في نحره
يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبعد عنا الغلاء والبلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن توفق إمامنا وملكنا أمير المؤمنين محمدا السادس إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم أقر عينه بولي عهده مولاي الحسن وبسائر أبناء شعبه. اللهم اعلي به راية الإسلام، اللهم اعلي به راية القرآن يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن المسلمين لهم في كل أرض أرملة وقتيل، وللمسلمين في كل ركن بكاء وعويل، وفي كل صقع لهم مطارد وأسير. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضا انتهكت، ومساجد هدمت، وأطفالا يتمت، ونساء تأيمت، وفتيات اغتصبت، وأنفسا قتلت بأي ذنب قتلت. اللهم اللهم فاقتص لعبادك المؤمنين المستضعفين. اللهم ليس لنا إلا الدعاء، ليس لنا إلا هذه الأنفاس، وهذه سهام رمضان، هذه سهام ليلة القدر، هذه سهام يوم العيد، نرسلها على اليهود أحفاد القردة والخنازير. اللهم لا ترفع لليهود راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم اجعل دعاءنا عليهم نهاية، اللهم اجعل دعاءنا عليهم نهاية، اللهم اجعل دعاءنا عليهم نهاية. أرنا فيهم عجائب قدرتك، انصر عبادك الموحدين. اللهم قو عزائم إخواننا الفلسطينيين، اللهم احمي ظهورهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم تقبل موتاهم وعاف جرحاهم وثبتهم. اللهم ثبت رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كن معهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أننا قد عصيناك، نعترف بهذا يا ربنا، نعترف بعصياننا، ولكن نحب من يطيعك. فاجعل اللهم حبنا لمن أطاعك شفاعة لمن عصاك، اجعل اللهم حبنا لمن أطاعك شفاعة لمن عصاك. اللهم إنا نحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. أطعناك يا ربنا، أطعناك بإذنك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك. اللهم فبرحمتك ثبت خوفك في قلوبنا حتى لا نرجو أحدا سواك، ولا نخاف أحدا غيرك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك يا منتهى الآملين، ويا غاية سؤل السائلين، ويا أعلى رغبة الراغبين. سبحانك يا ولي الصالحين، ويا ذخر المعدومين، ويا غياث المستغيثين. ها نحن بباب كرمك واقفون، ولنفحات برك متعرضون. إلهنا يا من تواضعت الجبابرة لهيبتك، وعلت الوجوه لخشيتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، إلهنا أنت تعلم حاجتنا وفقرنا، تعلم حاجتنا وفقرنا إليك، وتعلم ضعفنا
وهواننا لديك. اللهم ربنا أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. نسألك اللهم أن تجعلنا ممن كتبت لهم العتق من النار في رمضان. اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم في آخر ليلة من رمضان. إلهنا ويا سيدنا ويا ربنا، لا ندري أبعد هذا الصيام صيام، لا ندري هل نصوم رمضان القادم، لا ندري يا إلهنا أبعد هذا الصيام صيام أم بعد هذا القيام قيام أم بعد هذا الدعاء دعاء. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، من كتبت في سابق علمك من هذا الجمع المبارك أنه لن يدرك رمضان القادم، فأسألك يا الله أن تكتب له أجر صيامه وقيامه وتلاوته ودموعه وهو في قبره. اللهم اللهم اغفر لنا ما بيننا وبينك، وتحمل عنا ما بيننا وبين خلقك. اللهم أتيناك تائبين فاقبل توبتنا، نادمين فاقبل ندمنا، مقبلين فزد في إقبالنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحم آباءهم وأمهاتهم إلى أولهم في الإسلام. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومواقع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ارحمنا برحمتك إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. اللهم ارحمنا إذا كنا تحت الجنادل والتراب وحدنا. من لنا يا إلهنا، من لنا يا سيدنا، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم ارحمنا إذا يبس منا اللسان وارتخت اليدان وضاق الجنان وشخصت العينان وبردت القدمان. اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا دهشة القريب ولا بكاء الحبيب ولا بكاء الحبيب. اللهم تب علينا قبل أن يقول الشاب وحسرته. اللهم ارحمنا قبل أن يقول الشيخ الكبير وشيبته ويقول المذنب العاصي وخيبته. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إلهنا يا إلهنا، من يا من إليه يلجأ المذنبون المقصرون، ويا من إليه تبسط الأيدي ويسأل السائلون. اللهم إنا وقفنا الساعة على بابك سائلين ولعفوك طالبين ولعفوك طالبين، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك وكرمك يائسين. إلهنا إلهنا، ما أنت صانع اليوم بهذه الجموع، ما أنت صانع اليوم يا إلهنا بعباد لك وحدوك وشهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم إنهم خرجوا الساعة ووقفوا على بابك سائلين ولعفوك طالبين، فلا تردنا ولا تردهم خائبين. اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك وكرمك يائسين. يا إلهنا يا إلهنا، إنهم عباد خروا لعظمتك في رمضان وقرأوا كتابك في رمضان وسجدوا لك في رمضان واقنتوا لك في رمضان ودعوك في رمضان ووحدوك في رمضان. اللهم اعتق رقابنا
اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب متقبل المغفور. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله وعاملنا بما أنت أهله، لا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي خير الجزاء كل من ساهم في تنظيم وترتيب هذا المصلى من إخواننا في مقاطعة تبريك وفي العمالة ورجال الأمن والقوات المساعدة والإنعاش الوطني. ولا أن أنسى، إن أنسى فلا أنسى أبناء الشباب، شباب هذه المدينة، وهو نور للبصيرة والبصر، الذين سهروا وعملوا وجاهدوا من أجل تنظيم هذا المصلى. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم جميعا خير الجزاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.